مأساة ذلك اليوم غيرت تاريخ اليمن إلى الأبد. الأنور ما راح شيء، ما راح شيء هدر. أنور راح وزملاء فجروا ثورة. عاد أنا مش أقدر أتفرج على ابني وهو بهذا الحالة، أديله من لحمي هذا، لكن ما شيء ما بش. الإيمان الأكبر بالقضية والمبدأ والهدف والثبات على الموقف جاء من بعد ذلك اليوم. استحالة الرجوع عن ما بدأنا جاء من بعد ذلك اليوم.